Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شحوالكم؟ إن شاء الله كامل تكونوا لاباس وتكونوا متهنين، والفيديو تاع اليوم نلقاكم بخير وصحة يا رب. أول حاجة نرحب بالمشتركين اللي كامل دخلوا جدد، نقولهم مرحبا بكم. قناة يوميات البسكرية ترحب بكم، والقدم نقولهم الدار داركم والقناة قناتكم، ومرحبا بكم انتم ثاني عندي. اليوم راح نديكم في جولة للريف، يعني جولة للريف للمزرعة للجنان. انا حقيقة يعني عجبتني وعجبت ولادي، لكن انتوما ان شاء الله تعجبكم وتكتبوا لي رايكم في التعليقات. اليوم رانا في الريف، رانا في المزرعة تاع دارنا، يعني عندهم دارهم في البلاد وعندهم ثانيك هذا المزرعة، يعني اللي يخدموا فيها خاوتي، ومنين ذاك يديروا لها ثانيك خدامة ويعاونوهم. هذا كامل جاي جنان، يعني عندهم جنان تاع نخل تاع التمر، يعني مازال باش يوكل. وعندهم هذا الشجرة تاع، عندهم بزاف يعني أكثرية تقريبا هو جنان تاع أكثرية، يعني الشجر نتاع الزيتون هو اللي عندهم بزاف، وزيتون فيه يعني والله غير روعة روعة. شوفوا كيفاش داير هذا الزيتون، يعني وجنان هذا حبيت نقول لكم هذا الجنان هذا يعني غرسه الوالد نتاعي، يعني غرسه يعني قبل ما يمرض وقبل ما يموت، يعني ادعوا له يعني قبل نكملوا الفيديو. خاوتي كامل اللي دخلت، اي وحده تدخل الفيديو وتشوف هذا الفيديو، نقول لك اختي ادعي له، ولا اخي، ولا ادعي له كامل، ادعي له بالرحمه، ربي يرحمه ان شاء الله ويوسع عليه. كان بزاف كان يحب الجنان، كان يحب المزرعه، كان تقريبا يروح الصباح ويجي العشيه، يعني كانت حياته كامل هنا عايش، هاي يحب بزاف هذه البلاصه. بعد البنات يعني ما درت كامل في جنان، وكان قلت لكم كان ثاني غارسين ثاني شجرات تاع نتاع رمان، شجرات تاع مشماش، لكن المشماش ماهوش وقته. ومن بعد اديتكم لهنا لهذا البلاصه، هذا كامل راكم تشوفوا فيه كامل هذا نعناع. يعني واش نقول لكم، كي دخلت له فيه وحده الريحه، يعني كيما تعرفوا ريحه النعناع يعني قاويه، يعني واش نقول لكم فيه وحده الريحه يعني هايله هايله. اللي هنا واش راهم يديروا له؟ اول حاجه يعني راهم ينقيو في الحشيش نتاعو قبل ما ينحو هذاك النعناع، يعني ينحيو الحشيش نتاعو باش ما كيجو يبسوه ما يعني ما يبسش هذاك الحشيش مع النعناع، وكتجيو يعني كيما نقولوا الناس اللي تشريه ما كيجو يطيبوه ما يصيبوش فيه هذاك الحشيش هذاك. حبيت نصور لكم ونشور نوري لكم كيفاش يعني كيفاش راهم يخدموا فيه. هذا كامل قلت لكم راه نعناع، يعني والله غير فيه وحده الريحه، يعني اكيد يعني تعرفوا الريحه تاع النعناع سورتو، بصح كي يكون يعني في الارض وداخلين يعني داخل في هذاك النعناع، يعني تشموا فيه ريحته هايله هايله. وريحه ثاني نوري لكم واحد الاله يا البنات، يعني انا اول مره نشوف هذه الاله، ينحيو بها هذا النعناع، يعني بعد ما ينقوه من الحشيش وكامل ينحيو به، ينحيو بها هذا الآلة، ينحيو بها هذا النعناع. شوفوا كيفاش يعني تنحي، يعني أنا أول مرة نشوفها. وبعد يعني قلت لكم ما ينحوه، يعني يعودوا يديروه في الباش باش يبس، ومن بعد يليموه ويدو يبيعوه.